السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله الفيديو اليوم يلقاكم بأتم الصحة والعافية، ونكون في حال دائما أنا وفيديوهاتي ووصفاتي خفاف ظرف على قلوبكم بإذن الله، ونونسكم وتونسوني. هذا هو الهدف دائما من أي فيديو كنزله في القناة، لأن إذا هدرت على وصفة اليوم اللي هي الوصفة المسمن أو الرغايف، فوصفة غنية عن التعريف، وتبارك الله كل شيء كيعرف يعملها. دائما بحالي كنقول ربما جديده على ناس اللي هما اجانب على المطبخ ديالنا، او لا الطاقات الشابه اللي طالعه ان شاء الله خصها تتعلم حاجه جديده. فالمقادير موجوده بكل بيت، ان شاء الله تشوفوها معايا وتجربوا الوصفه وتنجح لكم باذن الله. وعلى بركة الله نبدأ بتحضير الوصفة ديالنا، ومع ذكر المقادير بطبيعة الحال غير للتذكير فقط، عندنا 5 أكواب ديال الدقيق الفينو، كوب ديال الدقيق القمح الكامل. يمكن تغيروا، يمكن تضيفوا، يمكن يعني تغيروا في الوصفة بطريقتكم. أنا عطيتكم هنا الوصفة اللي أنا كنستعملها بمقادير اللي هي تقريبا مضبوطة، وجربوها بإذن الله وتنجح لكم. كنضيفوا لهذيك الدقيق اللي قلنا بيضة والحليب كوب ونصف، وغادي نضيفوا معاه كوب ونصف من الماء. عندنا ملعقه كبيره الملح، ملعقه كبيره السكر، وملعقه كبيره الخميره الفوريه. عندنا الزبده ان شاء الله اللي غادي نستعملوها للتوريق. عندنا هنايا نصف كوب ديال الدقيق الفينو مع ملعقه كبيره النشا، وملعقه كبيره ديال الخميره الكيماويه، والزيت النباتيه طبعا اللي غادي نخدموا بها او اللي غادي نورقوا بها الرغايف او المسمن ديالنا ان شاء الله. فحال اللي شفتوا في العجان الكهربائي عملت، غادي نعمل المواد كامله تقريبا. غادي نضيف الحليب، ومن بعد نصف الكميه الثانيه غادي نضيفها ماء دافئ. فعملت كوب ونصف حليب، كوب ونصف ماء، هذا هو القياس اللي دخل لي في هذا العجين اللي انا عملته اليوم ان شاء الله. فحال اللي شفتوا الماء بديت كنضيفه تدريجيا وانا كندلك العجين ديالي. غادي نشوفها مع بعضنا كيفاش غادي تكون، وكيفاش غادي ترجع من بعد ما غادي يكون دلكت الوقت الكافي، لانها كتطلاق وكتساعدنا من بعد في التشكيل ديالها واننا نكوروها ونطلقوها كيف ما بغينا ان شاء الله. وها هي فحال اللي كتشوفوا العجين ديالنا من بعد ما خدات الوقت الكافي ديالها في الدلك. طبعا هذه العمليه كامله اللي فعلت ما تكون في عجان تقدر تكون بالطريقه التقليديه والعاديه اللي هي باليد، فليلكم الاختيار، واللي متوفر نخدموا به ماشي مشكل. نغطيو العجين ديالنا ببلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح تقريبا 5 حتى 10 دقائق لا اكثر، لان فيها شويه ديال الخميره الفوريه ما نخليوهاش تتعطل. وندوزو نخلطوا المقادير ديالنا اللي غادي نورقوا بها الرغايف او المسمن. انا هنا الاضافه ديالي هي زيت الزيتون، دائما كنحاول ندخلها في وصفاتي. ليكم الاختيار تعملوها ما تعملوها شي او تبدلوها بالزيت النباتيه اللي كتفضلوه. فخلط ديك النواشف اللي هي نذكر بها نصف كوب دقيق الفينو مع ملعقه كبيره نشا، ملعقه كبيره خميره فوريه، عفوا خميره كيماويه، وخلطتها مع نصف كوب الزبده وربع كوب ديال الزيت الزيتون، وخليتها على جنب. ودابا فحال اللي كتشوفوا غادي ندهن الصينيه اللي غادي نبدا ننزل فيها الكويرات ديال الرغايف او المسمن. الحجم كيبقى ليكم الاختيار، صغار كبار، حجم عائلي حجم فردي، اللي رشق لكم. ضروري الكويرات ديالنا ندهنوا لهم الوجه بالزيت ونغطيوهم ببلاستيك غذائي باش ما كيتشققوش ويعملوا ديك القشره من الفوق. ونبداو نخدموا طبعا باللوليه اللي كورناها. هنا الطريقه التقليديه والمتعارف عليها اللي هي كنطلقوها كامله دائره، ومن بعد كنطويوها على 3، ومن بعد كنطويوها على 3 مره اخرى. وطبعا كنورقوا كنطلقوا بالزيت، وداخل كندهنوا ديك الخليط اللي عملناه ديال دقيق الفينو مع الزبده.
وهنايا طريقة تانية لربح الوقت، وبالنسبة للحجم إذا بغيناه يكون شويش كبير، يعني حجم عائلي ولا الشغل الزربة بحالي كنقولو، دغيا دغيا تشهي ترغايف، خصك تعملهم دغيا دغيا، عملهم كبيبرين وهني راسك على قد المخلة اللي عندك. فهذه هي طريقتي اللي كنعملها باش كنكون خصني نزرب دغيا، كنعمل وحدة وكندهن وكنعمل أخرى وعاد كنطلقهم بجوج مع بعضهم، وكنعملهم نفس الطريقة ديال التبريق وديال اللف اللي هي على ثلاثة في ثلاثة. ودابا ان شاء الله غادي نبداو نطلقوا الرغايف ديالنا، طبعا الاوليه اللي عملناها باش نبداو نطيبوها على واحد المقلاه اللي غادي تكون ثقيله وساخنه مزيان، باش يطلعوا لنا ان شاء الله الرغايف ديالنا مزيانين. فبحال اللي شفتوا كنبدا كنبسطها وكنأكد على الجوانب هي اللي كتبسط اكثر، وصافي وغادي نبدا ان شاء الله نطيبهم. وبالتاكيد غادي نكون سخنت المقله ديالي على نار عاليه الى متوسطه تقريبا، وكنرشها بالزيت وكنبدا كنطلق فيها الرغيفه ديالي بشويه. وهنايا ضروري ما نخليهاش تعطل، تقريبا 30 ثانيه غير كتشبر في راسها كنقلب، عاود 30 ثانيه كنقلب، كنبقى هيداك قلب 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 باش كنعاونها كتنفخ، ومنين كتنفخ كتجينا مورقه وكتجينا خفيفه وهشيشه. ملي كنقلبها المره الاوليه كنبدا فحال اللي كنطبطب عليها على الجوانب، اولا كنضغط ضغط خفيف بالسباتولا اللي كنقلب بها باش كنعاونها، فحال اللي منين كنشد لها الجوانب كتنفخ هي من الداخل. فهذه عمليه من الاحسن نعملوها، ما نفوتوهاش. وطبيعة الحال غادي نكمل بنفس الطريقة الكمية كاملة اللي عندي، وإن شاء الله غادي نشوفوها مع بعض في الأخير كيفاش كتجينا واحد الرغيفة الله 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 والله ما شهيتكم فيها، كتجي بصح بصح لذيذة وهشيشة، ما تشبعوش منها، تاكلوها حافية بلا ما نقولكم عملوا لها زبيدة وزويتة عسيلة وديك شي آخر. راهي داك اللي تاكلوها حافية مع كويس أتاي كتحمق بزاف. وعاد حاولت هيدا نخلي الفيديو خدام شي شويه باش نوريكم طبيعة الحال الناس المبتدئين والناس اللي ماشي مولفين كيدخلوا المطبخ او اول مره كيدخلوا، فبغيت نوريكم يعني الطريقه كامله. وهنا كتشوفوا معايا الحبه اللي كبيره اللي عملتها، يعني اللي عملت جوج يعني وحده في وحده، هذه بالحجم العائلي، الحجم ديال الزربه، الحجم ديال سربي دغيا وصافي. اوكي، يعني كل شيء ممكن نعملوه. ودائما كل ما كملنا الرغيفه كنبداو كنضربوا عليها الجوانب باش كنعاونوها كتورق اكثر، وبحال اللي كتفتح وكتجي يعني بديك المنظر ديالها اللي خفيف بزاف. انا كنفتح معكم وحده باش تشوفوها كيف جات من داخل مورقه وكتبان هشيشه، ماشي كتبان، هي فعلا فعلا هشيشه ولذيذه بزاف، حقلت لكم تاكلوها حافيه.
فديك الخميره الفوريه اللي كنضيفوها لها هي اللي كتصف لنا الزوائد اللي كتكون ديال الدهنيات، وكتجي فعلا لذيذه بزاف وما كتضرناش في المعده، يعني كتهضم بسهوله وما كتسببش في الحرقه والحموضه. وبهيدا كنكون كملت الوصفة ديالي اليوم، وإن شاء الله يا ربي الفيديو يكون نال إعجابكم. جربوا الوصفة بالتأكيد، وإذا عجبتكم الفيديو ضروري لايك وشير والكومنت بزاف بزاف بزاف، وما تنسوش يفعلوا الجرس باش كتوصلوا بالجديد إن شاء الله. إذا كنتوا باقي ما اشتركتوش هذه هي الفرصة، ما تعطلوش عليا وما تبخلوش عليا، كيف ما أنا إن شاء الله ما نتعطلش عليكم وما نبخلش عليكم بكل ما هو عندي. وفي حال دائما إن شاء الله خليتكم على خير وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله.